نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان، تردد قناة بيراميدز الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام بالجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري المصري 2018-2019، حيث تقام المباراة اليوم الخميس 2 أغسطس 2018، حيث أعلن نادي بيراميدز اف سي الأسيوطي سابقا عن حصول قناة بيراميدز على حقوق بث مباريات النادي في الدوري والكأس على أرضه وخارجه. وكتب أيضا النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل: حصلت قناة بيراميدز على حقوق مباريات النادي في الدوري والكأس على أرضنا وخارجها. وتابع: كما حصلت على 10 مباريات دوري باختيارها وخمس مباريات في الكأس، وستبث مباراة الأهلي والإسماعيلي كأول مباراة على شاشة بيراميدز غدا الخميس 2 أغسطس. والآن مع تردد قناة بيراميدز الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي، القمر الصناعي نايلسات، التردد 11343، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل خطأ 3. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.